ولذلك يعني تركيا بالثمانينات لما وصل أربكان للحكم، أربكان اللي هو رئيس أردوغان، لما وصل أربكان متخصص في 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 مكاين الديزل عمار، ودارس في ألمانيا ويعرف شنو السلاح، ولذلك قال أنا الحين نجحت وأصبحت رئيس وزراء أو وزير صناعة، سنبدأ بصناعة السلاح الخاص بتركيا، الخاص بتركيا حتى نحقق استقلالية. سووا ثاني يوم سووا عليه انقلاب، انقلاب إفرين، سووا عليه انقلاب الأمريكان واعتقلوه وقطوه في جزيرة وسجنوه سنوات قاعد بالسجن، بس لأنه فكر يصنع ذخيرة ويصنع سلاح. يبوننا احنا عزل من السلاح، عرفت شلون؟ بحيث انه احنا نصير تحت رحمة سلاحهم، هذه تقانة السلاح، وسيلة من وسائل التحكم.